بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله محاضرتنا عن الكاثود راي أوسيلوسكوب اللي هو CRO. والكاثود راي أوسيلوسكوب دوت من أهم العناصر الموجودة في المعامل، أهم الديفايسز الموجودة في المعامل. ليه؟ دي اللي بنقيس بيها شكل الموجة، شكل الويفز عند طرادات مختلفة، ونشوف شكلها ساينسويدال ولا شكلها سكوير ولا شكلها إيه. هو ده الحاجة المنوط بيها كشف الموجة ديت، عاملة زي شاشة التلفزيون بالظبط اللي هي القديمة، الكاثود راي تيوب اللي هي القديمة، سي ار تي اللي هي القديمة ديت، اللي هو التلفزيون اللي كان عند جدودنا زمان دي كده وعند أهالينا زمان، اللي هو إيه اللي داخل اللي ورا قبل شاشات ال سي دي وقبل الكلام ده. طيب، طبعا ظهر منه أنواع جديدة دلوقتي ديجيتال، طبعا سمكها رفيع زي شاشة ال سي دي وكلام من ده. طبعا هنتكلم على الانواع القديمه دلوقتي بحيث ان بقى عاصرنا كل التطور مع بعض وعرفنا ايه القديم والجديد. هنتكلم على البلوك دايجرام بتاع السي ار او والوركينج بتاعه، التشغيل بتاعه، والكاثود راي تيوب برضو اللي هو التلفزيون زي ما قلت لكم، والكتروستاتيك فوكسنج ازاي نعمل فوكس ان هو عباره عن الكترون بينضرب على شاشه فسفور فتنور نور نقطه كده ونقطه جنبها نقطه مطفيه ونقطه منوره، نقطه مطفيه ونقطه منوره. النقط المطفيه قصدي النقط المنوره هي بترسم لك الشكل، والنقط المطفيه خلاص تبقى انها ايه مش موجوده، ان هي الصوره عباره عن ايه، نقط مطفيه ونقط قايده. النقط القايده هي اللي بتشوفها قدامك، النقط المطفيه مش بتشوفها. طيب، في بقى افكت او في ايه ترانزيت فريكوانسي برضه هندرسه، سكوب امبليفايرز اللي محتاجين امبليفايرز في القصه دي طبعا عشان الالكترون يضرب جامد في مكان ويعمل ياثر فيه زي ما انت شايف. في الاتينيويترز، في السويب جنريتور، في السويب سيركت هناخدها، في اللمبه بارامتر ديلي لاين، في الميجرمنت فولتج وفيجر. ده طبعا الشابتر ده على ثلاث محاضرات هناخده، على محاضرتين هناخده، على محاضرتين النهارده نخلص نصه، والمحاضره الجايه باذن الله ناخد النص الاخير. في السيكونس فيجرز دي بتوين لنا حاجات كتير برضه، الفيز ديترمينيشن، في عشان نجيب الفيز سبوت ويل ميثود اوف ديسبلاي، السكوب بروبس، الايزوليشن بتاع البروبس، الاكتف بروب، كل ده شغل البروب اهو، بروب سبيسيفيكيشن كمان. و نتكلم على الكاسود برضو، الاوبريشن بتاع الكنترول، الابلكيشن بتاعه، السكرين بتاع السي ار تي، الماجنتيك فوكسنج، النورمال اوبريشن، والفيرتيكال امبليفاير، والهورزونتال امبليفاير كان ده والديلي طيب طبعا، والجير ويل، والحاجات البروب. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم ايه مقدمة سريعة كده عن السي ار تيز، ودي قلناها انها عاملة قبل ما تظهر الليد والال سي دي والحاجات ديت، وهي بتظهر لنا شكل الموجة زي ما اتكلمنا قبل كده. كل الانتروكشن دي بتتكلم على الموضوع الجميل ده. طيب الكاثود راي تيوب دوت، الكاثود راي سيروسكوب بيقول لك بريفيد ايه از ان سيروسكوب او سمبل سيروسكوب، يعني حاجة بتشوف بيها. بيزك الكترونيك تيست انسترومنت اوبزرفيشن اهوت. طيب نقدر بنزورف بيها شكله عامل ازاي بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، عباره عن متقسم شرط بالمنظر ده، وطبعا متقسم مربعات اهي، مربع اهو، مربع اهو، دي بيسموها ديفيجنز. المربع دي ان كل مربع ديفيجن تقسمه بقى انت السكيل ده تاخده زي ما انت عاوز. ده برضو متقسم بالمنظر ده، الخطين دول ثابتين على فكره، المربعات دي بتتغير، ممكن تكبر ممكن تصغر حسب السكيل اللي بتاخده. طبعا انا عندي ايه، عندي الاكس كده، ده الاكس بيرسم اللي هو التايم يعني، وعندي الفولتج. طيب ايه الزد انتنسيتي دي ان قوه الاضاءه بتاعتها، يعني بيزود بقى الامبليفاير اللي يضرب الشاشه الفسفوري دي يضربها جامد فتظهر انها ايه اليمينيتد قوي، او يخفف الامبليفاير شويه فيضربها بسيط فتظهر ايه انها يعني الضوء خافت شويه. ما ده اللي يقدر يتحكم فيه، ما عندوش الوان، ما عندوش الكلام ده، وكان ابيض والشاشه زرقاء كده، ساعات الشاشه زرقاء في سوري ابيض ويضرب عليها بلون ابيض تظهر السيجنال بالشكل الابيض. او وفي نوع تاني كان لونه اخضر، شاشه خضراء ويظهر ان هو اخضر فاتح كده الكيرف بتاعه. طيب الرمز بتاعه هو السكوب، من الرمز ده كده ان هو بيقرا السيجنال يعني. طبعا لو تلاحظوا هنا في خط كده سيجنال كده سكوير، وي سكوير اهي، سكوير اه سكوير اه وي. طيب
البلوك دايجرام بقى بتاع السي ار او ده مهم جدا، بيجي لنا كتير في الامتحانات. عندنا الانبوت سيجنال بتخش من هنا، بيخش على فيرتيكال امبليفاير، وفيه هتلاقي هوريزونتال امبليفاير كمان، دي اللي بتحكم في الجان بتاعت الجان هنا، هنا ما هنا الجان بتاعت ايه الكترونز، اللي يخلي الالكترون يضرب هنا ولا هنا ولا يضرب هنا ولا هنا ولا فين في الشاشه، وده الكلام الكبير. طيب وبعدين في تريجر سيركت عشان نقدر ايه نسنكرايز الانبوت سيجنال اللي داخله، وفي ديلي لاين بين السيجنال ديت والسيجنال اللي بنعمله اسمه سويب جنريتور اهوت عشان يشغل ايه الهورزونتال امبليفاير، ودوت ايه الهاي تنشن سبلاي واللو تنشن سبلاي، في فولت عالي وفولت قليل بيتوصلوا على السي ار تي عشان يعمل عمليه ايه توليد الجانس توليد الالكترونز. ماشي، دي بقى الشرح بتاعه، ان هو هنا في ديسبلاي وفي الكاثود ري تيوب اللي هو ده سي ار تي، وفي الفيرتيكال امبليفاير ده برضو احد الكلام ده، والديلي لاين اهوت ده بيعمل ايه، كل الكلام اللي انا قلته بالعربي ده موجود هنا ايه بالتفصيل. ماشي، لو فولتج اهوت قال لك لو فولتج ده من 300 الى 400 فولتج، والهاي فولتج من ناقص 1000 الى ناقص 1500. طيب الاوبريشن بقى بتاعت الكنترول اوف اوسيلوسكوب اللي هي الشاشه بتاعته اللي بتحكم فيها، عندك الهوريزونتال وعندك ايه الفيرتيكال، بينها بتحدد فين الهوريزونتال اهيت هوريزونتال جين وفاينل فريكوانسي، بتحدد سيلكت فريكوانسي ده طبعا بتقدر ايه تغير ايه الفريكوانسي بتاعنا، والفوكس ده زي بالظبط تظهر الصوره شويه ولا تعملها بيبقى فوكس كده تظهر شويه، يعني بيبعد بعد الجان عن الشاشه الفسفور. طيب وده الباور وده السينك انبوت وده الجراوند، ودي بقى بروبس بتوصل هنا هورزونتال ده اللي بيوصل بيه الكلام ده، وده الفيرتيكال انبوت ده انبوت وده انبوت بيوصل ايه بالبروبس كده بيقيس بيها اللي بيشوف بيها شكل شكل السيجنال عامله ازاي، وممكن ياخد اثنين سيجنال. طيب لو احنا شغالين على السنترنج بيظبطها هنا في السنتر بتاعها، هنا بيشوف ال يقدر يظبط ايه كمان. ماشي، ادي الانتنستي وادي الفوكس، كل زرار من دول بيعمل ايه ووظيفته ايه، الفيرتيكال جين اهوت وادي السويب فريكوانسي والسينك فولتج امبليتيود. طيب وركينج اوف سي ار او ابلكيشن اوف سي ار او اهو راديو ورك، بيشتغل في الراديو بيس موجات الراديو الار اف والاي اف والاي اف والكلام ده، والاف ريسيفر كل ده، والتي في سيجنال بيشوف بيشك عليها، ده الكلام ده كان يعني ما زال موجود، بتشوف الشاشات التلفزيون والال سي دي بتشوف فعلا السيجنال ماشيه فيها، الاي سي ده مطلع خرج السيجنال اللي احنا عاوزينها ولا لا، بنقدر نشوفها بالسكوب كاننا ايه زي الافوميتر كده لما بنقيس فولتج بنقيس بيه الفولتج او الكرنت، نقدر نعرف هل الديفايس ده هل الاي سي ده سليم بيتشغل الفانكشن بتاعته مظبوطه ولا لا. طيب هنا بقى ايه الانجينيرنج ابلكيشن بيستخدم في راديشن باترن اوف انتنا راديشن باترن، وفي الكاثود ري تيوب بقى دوت برضو ايه تركيبه معروف الكترون جان، وبيضرب الجان دوت عشان يفوكس على ايه على الشاشه الفسفور اه فورسنت اسكي اهو ده الطريق اللي عامل ايه دي الشاشه الفسفور اللي سي ار تي اهوت، دي بيبقى مدهونه الفسفور هنا، اول ما بيضرب الجان اول ما الالكترون ده يضرب عليها يعمل نقطه، فطبعا بيتحرك بسرعه بيضرب هنا وهنا هنا يرسم يروح راسم لك ايه كذا 50 مره في الثانيه، فبتظهر كانها صوره ثابته عشان عينينا ايه ما بتلحقش تشوف الكلام ده. طبعا لو جبت كاميرا موبايل او كاميرا حاجه وبصيت على الشاشه ديت هتلاقي انها ريفليكشن كده عماله ايه تتغير تتغير تتغير، لان كاميرا عينيها او العدسه بتاعتها اسرع من العدسه بتاعت عينينا، تقدر تلقط التحرك 50 هرتز دوت. طيب في عندنا كذا حته الكترون ميشن، في الفوكسنج اكسلريشن، في الديفليكشن اللي هو بيخليها فليكس وباي تطلع هنا ولا هنا ولا هنا، ده اخر حاجه مجال بيحدد دي اسمه الكترون ايه جانو، وديت هنا ايه كوتنج مدونه ايه كوتنج حاجه بتاع ماده سودة كده عشان تبقى عازله ما تطلعش. هنا بيتكلم لك التجميع بتاعتها وطريقه العمل، ادي 1 2 3 بيبدا هنا الجان بيتولد الالكترون بيتولد بيبدا يتعمل له تكبير تكبير ريفليكشن، وهنا والاكس بتحدد مكانه والواي بتحدد مكانها في الواي بناء على الفولت اللي هنا او الانتنستي اللي كنترول اللي انت عامله.
على المفاتيح بتاعة الانترفيس دي، سواء القيم برضو اللي بتخش له من السيجنال، القيم اللي بتخش له من الانبوت سيجنال. سيمبولك في ازاز في فوق الفلورسنت دي عشان ايه؟ يبين الشاشة ويحميها ما يبقاش طبعا. بصي في كذا نوع من الشاشات السي ار تي، في جرين ميديوم، في اللي انا قلت لكم عليها، في بلو جرين، في بلو فيري شورت، وفي بلو شورت. دي كلها انواع من ثلاث اربع انواع، ما فيش كانش في الوان خالص، هم دول اللي موجودين. يا شاشه سوداء ويا شاشه خضراء وغامق ويطلع الضوء كانه اخضر فاتح كده رسمه كده، يا اما شاشه زرقاء ويطلع ايه ان هو ايه ابيض. تمام. فوكسنج اهوت الالكتروستاتيك البيمز الالكترون دي عباره عن مكثف، تقدر عن طريق بتعمل الكتريك فيلد، تقدر عن طريق الكتريك فيلد ده تعمل انحراف لاي الكترون ماشي. البارامترز بتاعته معادلات مش مطلوبة أوي، بس تبقى عارفها قاريها تقراها عشان تبقى عارف إيه المسؤول عليها وإيه اللي مش مسؤول. في مسائل جاية هنشوفها، بس نحتاج فيها معادلتين تلاتة نعملهم. الكترومغنيتيك فوكسنج اللي هو إيه؟ بيعتمد على نظرية الإلكترون إيه؟ يخش كونستنت ماجنتيك فيلد وعمودي على المسار بتاع الإلكترون، بيخليه يتحرك في شكل إيه؟ دائري كده، مسار دائري، كأنه بيلف يعني. بيلف اهو، ده الماجنتيك اهو، بيخليه كانه ايه ماشي كده او يتحرك الكترون باص صار دايره اللي هو الشكل. هو ده مثال برضو على السي ار اي، الديستانس بتوين ذا بليت اند 1 سنتي، بيتكلم على الديستانس اللي هنا دي برضو محسوبه، الديستانس بين البليت الفوق والماجنتيك فيلد موجوده هنا المسافه، وكل البارامترز دي المفروض تبقى معروفه. هي القوانين اهيت، وادي المساله اهي، بتقول لك ايه distance between the plates is 1 سنتي، the length of the deflecting plate is 4.5 سنتيمتر، and the distance of the screen from the center of the plate is 33 سنتي. If the accelerating voltage is 300 volt and the deflecting voltage is 50 volt, find a velocity electron reaching the field, deflecting reduce the screen deflection intensity. دي الداتا اللي given اللي عندنا دي بالرموز بتاعتها. بعد كده يجي يعوض بقى في القوانين اللي هو عاوز هنا reaching the field اللي هو الـ velocity of electron، Vx بتساوي جذر 2 الكترون اللي هو 1.6×10^19 في الـ V، السرعة على الـ M الكتلة الإلكترون، كل ده موجود عندنا ومعطى اهوت موجود هنا اهو. نبدأ نعوض على طول بالتعويضات، يطلع لنا متر بير سكند السرعة بتاعته 1.1×10^7 ماشي. والـ deflection produced اهو the screen YAB اهو نفس الكلام، ال y بي بتساوي دي في دي على اي اي، كل الداتا دي موجوده عندنا. الديفليكشن سنسيفتي نفس الكلام، الاس بتساوي واي على البي دي، تقسموا على بعض يدينا متر على الفولت. طيب برضو مثال تاني بيقول لك بيقعد الكاثودري تيوب ويقعد يغير لك فين الفاينل انود اللي هو 1000 و2000 و3000، نفس القانون هو قانون واحد بس يقعد يغير في الفولتات ويشوف النتائج هتطلع ايه. ده سؤال مهم برضو، القوانين دي بقى عارفينها اللي بنحل بيها المسائل دي نبقى عارفينها، المسائل زي دي هتيجي في الامتحان ان شاء الله. طيب الافكت بتاع البيم ترانزيت اوف فريكوانسي اهوت سينكرونيزيشن، دي نخليها للمحاضره الجايه ان شاء الله، نتكلم فيها باذن الله رب العالمين. توفيق ان شاء الله ونتقابل المحاضره القادمه باذن الله.